أصدقائي المتابعين، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد، فيديو قاسي هذه المرة، فيديو محزن للمصريين وللعالم العربي. توفى اليوم أستاذ الدكتور عادل إمام زعيم أسطرة القلب بعد صراعه مع المرض. البقاء لله وخالص التعازي لجميع الأهل والأسرة والأصدقاء في وفاة الأستاذ الدكتور عادل إمام زعيم أسطرة القلب الذي وفاته المنية اليوم. إلى هنا أصدقائي المتابعين ينتهي الخبر، في انتظاركم في كل ما هو جديد وقادم الفيديوهات بإذن الله، وشكرا لحسن متابعتكم ودعمكم المستمر، في انتظاركم في القادم بإذن الله. ابقوا معنا على الدوام، لا تكلوا ولا تملوا، وانتظرونا ولا تنشوا الاشتراك في القناة حتى يصلكم كل ما هو جديد. شكرا لكم من جديد.